Techtales by Touch. اسمي سمر أسو، Education Officer بKamKalima. هي ديجيتال بلاتفورم موجهة لجريد 4 تلاميذ ومعلمين لحتى جريد 12، بتساعدهم على تطوير مهاراتهم بمادة اللغة العربية. إجت فكرة KamKalima لتلاقي حلول للمشاكل اللي عم واجهوها معلمات اللغة العربية بتوظيف التكنولوجي بصفوفهم. عملنا تيستينج للبلاتفورم بال 2016، بال 2017 عملنا لانشينج لاول وثاني فيرجن، بال 2018 حاليا معتمدين الفيرجن الثالث، صار عندنا 62 مدرسه، 20,000 تلميذ و400 معلمه ومعلم. تستفيد المدارس من KamKalima من خلال الميزات اللي بتقدمها والمحتوى المتعلق بالنصوص المسموعه والمكتبه الرقميه والتعبير الكتابي والاسئله المرفقه فيهم. الحلو بالبلاتفورم انها مرنه، يعني انا كمعلمه بقدر اعتمد على المحتوى الجاهز الموجود فيها او اعتمد عليها كوسيله تعليميه باضافه محتوى بلاقيه مناسب لتلاميذي. من الميزات الثانيه هي خدمه التقارير اللي بتخول المعلمين والمعلمات انهم يرصدوا نقاط القوه ونقاط الضعف عند تلاميذهم بدقه عاليه. من الاشياء اللي اعتمدناها لنلاقي حلول لمشاكل التلاميذ بالتعبير الكتابي هو ابتكارنا لفهيم، هو عباره عن بوت بيقدم نصائح ذكيه للتلاميذ ليساعدهم بعمليه التاليف. بمرحله التستينج كان في مجموعه من التلاميذ المتفوقين عم نجرب نفهم منهم ليه ما عم يقروا بماده اللغه العربيه، علما انه بيقروا بغير مواد. واحد منهم بيقول انه انا ما خلقت سنه 1560 تقرا ماده اللغه العربيه، وكانه هالقد هي قديمه. هدفنا بKamKalima انه نزيد ميزات جديده لنقدر نخدم معلمي اللغه العربيه بشكل افضل ونوصل لكل البلدان العربيه. Techtales by Touch.